بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ومع مقصد جديد من مقاصد القرآن الكريم يقول مولانا جل وعلا في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذا المقصد يرتبط بالمقصد الذي تكلمت فيه معكم قبل الفاصل لما قلنا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن هنا مقصد جديد ينهانا الله فيه ان نقترب من الزنا الاقتراب مجرد الاقتراب ولا تقربوا الزنا الانسان ربما يصل الى الزنا بعد النظر، بعد البطش بيده، بعد المشي الى الحرام وسيدنا النبي يقول لنا في الحديث من يملك ما بين فكيه وما بين فخذيه اضمن له الجنه اللسان والفرج يجعلان الانسان يصل الى النار طب لو ملك الانسان فرجه ولسانه كان من اهل الجنه وكان من اهل النجاه ومن اهل الفلاح والنجاح والصلاح ورحم الله الامام الشافعي اذ يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم ان الزنا دين ان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من زنى يزنى به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهم. رضي الله عن الامام الشافعي ابيات مباركه يبين فيها ان الانسان اذا فعل خيرا جنى الخير. وإذا فعل شرا جنى الشر والعياذ بالله وأنه كما تدين تدان وعندنا قصة يعني يرويها كثير من العلماء على المنابر